مع السلامة يا ماما. مع السلامة يا علي، خد بالك بقى من نفسك، ما تتأخرش النهاردة بقى من الشغل، أنا هجهز الأكل بدري. لا لا يا حبيبتي مش هتأخر ولا حاجة. وخد بالك من الطريق، ما تمشيش بسرعة زي ما أنت متعود تمشي كده وتجري. لا لا ما تقلقيش مش هتأخر ولا حاجة يا حبيبتي، وهمشي على مهلي. هتمشي على مهلك برضه؟ ده أنت خارج متأخر أصلاً. لا لا إن شاء الله همشي على مهلي. ماشي يا حبيبي، باي باي. باي باي يا ماما، مع السلامة. خلي بالك من نفسك. ماشي يا حبيبي، ماشي، خد بالك انت من الطريق وامشي على مهلك، انا عارفاك متسرع. حاضر، مع السلامة. ايه ده يا عم، ده ايه اللي انت عملته ده؟ ينفع كده؟ يا كتفي، رجلي اتخلعت من مكانها. يا ركبتي، يا ركبتي. ينفع يعني اللي حصل منك ده يا عم؟ على فكرة انت الغلطان وانا مش عايز اتكلم، ما ينفعش ابدا اللي انت عملته ده، انت كنت سايق بسرعة. انا اللي كنت سايق بسرعة؟ ايوه كنت سايق بسرعة، ايوه كنت سايق بسرعة. انت شكلك كده كنت نايم، ده طريقي، انت ماشي غلط. انت اللي داخل مخالف وانت اللي غلطان، ولو روحنا القسم دلوقتي انت اللي هتبقى غلطان وهتتسجن كمان وهتتحبس. طب انا بقى عايز اروح القسم. طب يلا بينا على القسم، وانا بقى مصمم نروح القسم، انا هاخد حقي في القسم. يلا بينا. كسرت لي الفانوس. ماشي، وانت كمان كسرت لي الفانوس. يلا بينا على القسم. يلا بينا على القسم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا عايز اعمل محضر. محضر ليه يا فندم؟ خير؟ في ايه؟ طيب احسن. لا انا اللي عايز اعمل محضر. الله، مين فيكم بالظبط اللي عايز يعمل محضر؟ انا اللي عايز اعمل محضر. وانا كمان هعمل محضر. لا لا لا، انا اللي هعمل محضر. انا اللي هعمل محضر. انا اللي هعمل محضر يا حضره الضابط، وانا اللي جاي اشتكي عليه لانه كسر لي فانوس العربيه يا فندم. اهدوا يا جماعه، اهدوا بس. لا لا اهدوا. انا مش هدى لما اخد حقي، ما ينفعش كده ابدا، ده كان نايم، نايم في العربيه. لا 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 يا فندم، هو اللي كان نايم في العربيه، انا ما كنتش نايم. يا جماعه اهدوا يا جماعه، احنا بنشوف الحاجات دي كل يوم، اهدوا يا جماعه، ما ينفعش كده بالراحه كده. قولوا لي ايه اللي حصل يا فندم. يا فندم انا هحكي لك على كل اللي حصل. انا اللي هحكي لك يا فندم، انا اللي هحكي لك يا فندم. طب يا بس يا جماعة اهدوا، تعالوا بينا نطلع للرائد حسام فوق وان شاء الله خير. يلا يلا بينا، يلا بينا للرائد حسام. تفضلوا يا جماعة استريحوا هنا، وانا هدخل دلوقتي للرائد حسام وهبلغه ان انتم موجودين برا. طب يا ريت متأخرش علينا، بس لان انا عندي شغل وكده، اتأخرت فعلا قوي. لا مفيش اي شغل النهاردة خالص، انا فضيلك بقى، لازم اخد حقي. يعني عاجبك كده اخرتني على شغلي كمان وهيتخصم لي اليوم، يعني فانوسي اتكسر وكمان اليوم هيتخصم. لا لا لا، انت كنت نايم لازم تدفع ثمن اللي انت عملته. اهدوا يا جماعه اهدوا، انا داخل للرائد حسام حالا. يا رائد حسام، رائد حسام. ايوه فريد، في ايه؟ فندم في اتنين عايزين يعملوا محضر، هما الاتنين، وحادثه زي ما حضرتك عارف بقى من الحوادث اللي بنشوفها كل يوم. خلاص من حوادث اليومين دول احنا ابدا، خلاص انا رايح لهم حالا. اول ما حضرتك تفضى يا فندم بس بلغنا علشان ندخلهم لك المكتب. يعني اديني 10 دقايق كده وخلاص اللي في دي. حاضر يا فندم، حاضر، تمام. انصراف. تمام يا فندم، اتفضلوا يا جماعه، الرائد حسام في انتظاركم. اخيرا. يلا يلا بينا بقى على الرائد حسام جوه. يلا يا سيدي. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا، قولوا لي بقى ايه اللي حصل. السلام عليكم يا رائد حسام. وعليكم السلام ورحمه الله. يا فندم الراجل ده كان داخل مخالف وخبط في عربيتي وكسر لي فانوس العربية وكمان عطلني عن شغلي وهيتخصم لي اليوم. طب بس الأسماء كده يا جماعة معلش. أنا اسمي علي يا فندم. عندك كام سنة يا علي؟ عندي 22 سنة وبشتغل مهندس يا فندم. وحضرتك؟ أنا اسمي حسين ودكتور حضرتك. أهلا وسهلا بيكوا، أهلا وسهلا. يعني ما شاء الله باش مهندس ودكتور، إيه يا جماعة بس عاملين مشكلة ليه؟ يا فندم الراجل ده كان داخل مخالف عليا يا فندم، كسر عليا العربية وكسر لي فانوس العربية يا فندم. يا رائد حسام، يا رائد حسام، انا ما كنتش ملبوخ ولا اي حاجة، حضرتك تقدر تشوف مكان الحادثة وتتأكد بنفسك ان الباشمهندس علي هو اللي كان نايم واحنا ماشيين. ما ينفعش كده خالص يا فندم، هو ما نامش كويس، ما يسوقش عربيات، انما يكسر عربيات الناس. ما نامش كويس يا فندم؟ لا ما ينفعش الكلام ده. مين اللي ما نامش كويس يا فندم؟ انا كنت نايم كويس جدا وكنت فايق وشايف الطريق كويس، انا شايف ان انت اللي غلطان مش انا. طب اهدوا يا جماعه، اهدوا بس، اهدوا. وبعدين معاكم يا جماعه، احنا دلوقتي هنحرر مخالفه لحضرتك وهنحرر مخالفه كمان للبشمهندس، وده لان انتوا الاثنين وقفتوا الشارع لمده نص ساعه وقفتوا تتخانقوا فيها مع بعض علشان تشوفوا مين اللي فيكم اللي غلطان. ازاي يا فندم؟ يعني احنا جايين نشتكي بعض هتعمل لنا احنا الاثنين مخالفه؟ يا ريتنا ما جينا بقى يا فندم.
انا يا فندم مخالفه ليه؟ بس مخالفه ليه؟ احنا ما وقفناش ولا حاجه، احنا وقفنا نتكلم بس ربع ساعه. لا 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 لا، ما ينفعش ابدا ان احنا نقف نتخانق ونعطل الناس ونعطل مصالح الناس ونعطل الشارع كله لحد ما حد فينا يشوف مين اللي غلطان. لا، المفروض اي حادثه تحصل تاخدوا بعضكم كده على جنب وتفضوا الطريق، انما مش تقفوا تتخانقوا في الشارع في وسط الشارع وتوقفوا العربيات. على العموم حصل خير يا فندم، انا متنازل عن حقي عشان عايز اروح شغلي، اتاخرت. مفيش حاجه اسمها متنازل عن حقك، حضرتك هيتم تحرير المخالفه دلوقتي حالا لحضرتك وللبشمهندس. عايزين بقى تتنازلوا عن المحاضر بتاعه الحادثه براحتكم، انما انتوا كده كده ليكم مخالفه انتوا الاثنين. خلاص يا فندم، خلاص يا فندم، خلاص اللي حضرتك شايفه. احنا فعلا ما كانش صح ابدا ان احنا نقف نتخانق في وسط الطريق ونعطل الناس. اكيد كل الناس اللي احنا عطلناهم دول برضو اتاخروا على شغلهم، ولا ايه يا باشمهندس علي؟ امري لله، انا مستعوض ربنا في الفانوس اللي اتكسر. انا كمان يا رائد حسام، مفيش اي مشكله، ولو الباشمهندس قابل ان انا اصلح له الفانوس على حسابي كمان مفيش مشكله. لا حصل خير، مش عايز منك حاجه، انا عاوز اروح الحق شغلي. ماشي خلاص، لحضرتك تشوف يا رائد حسام بقى، حضرتك شوف تقرر لنا ايه. خلاص، انتوا دلوقتي هعمل لكم المخالفه، هتنزلوا تدفعوها انتوا الاثنين تحت في المكتب اللي تحت على طول في الدور الثاني عند الرائد ايمن، وبعد كده هتمشوا. متشكرين قوي يا فندم. انا كمان متشكر جدا يا فندم. يا رائد ايمن، احنا عايزين ندفع المخالفه حضرتك اللي عملها الرائد حسام، هو قال ان هو حولها على الكمبيوتر عند حضرتك. قولوا لي انتوا خلاص اصلحتوا؟ ايوه خلاص، صافي يا لبن، مش كده يا باشمهندس؟ صافي لبن، انا والدكتور بقينا خلاص اصحاب. خلاص تمام، تعالوا يلا اتفضلوا. خلاص يا جماعه، خلاص من المحبه اللي بعد عداوه. خلاص يا باشمهندس، صافي يا لبن، انا مش زعلان منك خلاص، ومسامح يا عم في الفانوس اللي اتكسر. وانا كمان يا دكتور، حصل خير حصل خير، ما بحب اللي بعد عداوه. اديني رقمك بقى علشان نبقى اصحاب ونبقى نسال على بعض من وقت للتاني. اكيد اكيد. المهم ما نعطلش السير مره ثانيه. دخلتوا الاسم متخاصمين وطلعتوا منه متصالحين اهو، ها، عشان تعرفوا ان الشرطه في خدمه الشعب. فعلا فعلا. يا رب نكون فهمنا النهارده ان احنا لازم ما نمشيش بسرعه ابدا، ولازم لما نشوف حادثه الناس تخلي بالها ان هي كده معطله السير ومعطله المرور بتاع الناس ومعطله ناس تانية معاها، فلازم ناخد جنب كده ونساعد بعض ان احنا ايه ما نعطلش بعض ابدا. ولازم كمان نتعلم ان احنا ما نمشيش بسرعه، لو بابا وماما متضايقين او زعلانين ومش واخدين بالهم لازم نقول لهم يا بابا نمشي بالراحه او نمشي على مهلنا عشان ايه ما يحصلش حوادث او يحصل اي ايه اي خسائر تضايقنا كلنا. دي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات حبيتوا شخصيه مين النهارده، وحبيتوا الاسم بتاعنا والمكاتب اللي موجوده فيه ولا لا، وكمان حبيتوا القصه بتاعتنا النهارده ولا لا. لكل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا لاول مره، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تعلموا على علامه الجرس عشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات بتاعتنا الجديده. تعلموا على علامة الجرس اللي جنب الاشتراك، جنب زرار الاحمر بتاع الاشتراك، عشان يجيلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي بننزلها. وكمان ما تنسوش تعلقولي تحت في الكومنتات برأيكم والفيديوهات اللي انتوا نفسكم تشوفوها، وكمان تكتبولي اسماءكم عشان اعرف اسماء اصحاب القناة واقولها كمان في مع الشخصيات اللي هنجيبها لكم في القصص الجديدة. اشوفكم بكرة ان شاء الله مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة، قناة العاب. باي باي يا اصحابي.